او الكلام في هذا الموضوع يطول. السلام ورحمه الله وبركاته. فاختصارا للوقت، احنا جايين اليوم نحكي تجارب واقعيه، بحيث انه الحاضر معنا هنا والمتابع خلف الشاشه يفهم انه الموضوع ابسط مما هو يتخيل واسهل مما هو يتخيل. فاليوم نرحب معنا نرحب بالشباب ونرحب معنا بالضيوف، الكابتن استاذ علي المجلي. نعم. مالك زودو. كابتن استاذ عبد الله. ونعم. وكابتن استاذ بندر. ونعم. الشبراني. وكابتن طارق الشهراني. ونعم والله. وكابتن طارق. مالك زود. ما عليكم زود جميع. فاليوم ضيفنا استاذ بندر جاي يحكي لنا واقع عاشه ما بين مرحله سابقه من حياته ومرحله حاضره تغيرت فيها اشياء كثير، وراح نوصل لكم هذا التغير. سلام ورحمه الله، بحيث مساك الله بالنور والسرور. متاخر اليوم. توني امشي. عرض يلا زين. انت المشي كبيلك ساعه. والله يبغى لي ساعتين. طيب ما عليه، تطيب معنا ان شاء الله بالتمارين مع كابتن عبد الله باذن الله. طيب فجايين نوصل رساله اليوم يوضح لكم الفرق في حياته اللي لاحظه خلال الفتره اللي فاتت قبل لا يبدا رياضه، واللي تطور معاه بعد ما بدا الرياضه. حياك الله استاذ بندر، ونورتنا اليوم بحضورك. الله يحييك ويسعدك ان شاء الله، والنور نور وجود الشباب ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك ويجزاك. هذه فرصه سعيده انه نجتمع فيهم ما شاء الله تبارك الله. الله يعافيك ويسلمك، وفرح ان الاسعد بوجودك معنا اليوم. طيب استاذ بندر او كابتن بندر، اليوم حابين توضح لنا استاذ بندر او كابتن بندر كيف كان وضعه قبل ما يبدا يمارس رياضه، وكيف صار بعد ما مارس الرياضه. والله الحمد لله. اولا اتكلم عن بندر اللي ما كان عايش، اللي كان انسان شبه ميت، اللي كان انسان شخص يعني ما يحس بطعم الحياة زي ما يحسون به الأشخاص العاديين. كنت أعاني من فرط سمنة، يعني سمنة مفرطة عندي كانت واصلة تقريبا وزن خيالي. يعني كنت عايش حياة كئيبة، في النوم، في الروح الجاية للمسجد، في الحياة الزوجية، في قضاء الحاجة، في كل أموري في الحياة كانت حياة شبه ميت. يعني وزن خيال ترى ما حد فهمها. وش إيه أنا بوصل الوزن خيالي الآن، لأنه أنا أبغاهم بس يستشعرون بالتعب اللي أنا كنت أعاني فيه. فالوزن اللي أنا وصلت له تقريبا كان وزني 160. أي كنت أنا واصل ل 160 كيلو. أكيد كانت حركتك، حتى حركتك تعتبر معاناة بالنسبة نعم لك. نعم كانت حركتي في النوم، في حياتي الطبيعية، في روحتي، في ركبي السيارة، في كل شيء، في كل شيء تعاني في الحياة الطبيعية. أنت إنسان ما تقدر تعيش حياتك يعني زي السوي. فكنت مرة تعبان نفسيا معنويا. يعني أنا أدخل مكان مجتمع، يعني مثلا سوق ولا أي مكان، أشوف الناس كلها نظرتها علي أنا، كأنه ما في إلا أنا الشخص اللي يمشي في السوق، يعني والناس كلها تمشي إلا أنا بس. فجاني اكتئاب، يعني اكتئبت صراحة. وش نقطة التحول اللي خلتك أنك لازم أنا أتغير اليوم؟ والله نقطة التحول أولا قلت لازم أشتري حياتي، لازم أشتري صحتي. ف مع الرياضة أنا كنت أمارس الرياضة، بس إنه كان عندي مشكلة الغدد، كانت تلعب فينا الغدد. كل ما أنزل وزني كل ما لو أهدي شوي في الغدد، يعني في الرياضة قصدي، الغدد تلعب فيني تزيد الوزن. بحكم زيادة الوزن اللي عندي. إي بزيادة الوزن، يعني حتى لو أجلس فترة بسيطة زاد الوزن عندي. فاستشرت طبيب مع طبيب، طبيب من طبيب، إلين آخر شيء قرروا يعني إنه لازم لك تكميل. وأنا طبعًا خلاص استخرت الله وقلت تكميل. ممتاز. الحمد لله سوينا التكميم ومشينا في اجراءات التكميم وكممنا وكل شيء. اول سنه اللي يسمونها السنه الذهبيه هذه، طبعا انا انسان خلاص انا اعتمدت على التكميم الان، خذيت لي سويت التكميم وجلست. حلو. ما كنت تمارس رياضه لا ولا شيء ولا شيء، خلاص انه قلت التكميم حل، خليني بجلس مع التكميم وخلاص. جلست مع التكميم سنه، بعد السنه بدا الوزن يزيد مع الاكل مع الحلا مع الشرب بدا يرجع. ما كان الواحد كمم. هو الفكر اللي المفروض انه يوصل للناس كلها، انه التكميم مو بحل واحد، يعني مو بحل وحيد انك تعتمد عليه انك تسوي التكميم وخلاص يعني تجلس في البيت وتنام. التكميم سبب، زي سبب الحميه، زي سبب اي شيء تتخذه عشان تنزل وزنك. ممتاز. لازم تكون اكلك يكون منتظم مع ادخال الرياضه في التكميم. يعني انت كممت لازم يكون معك رياضه،
معك تنظيم في الأكل على أساس أنه يكون وزنك ما يرجع. الحمد لله اتخذت الإجراء الصحيح بعد ما شفت أنه الوزن بدأ يرجع، دخلت في اللي هو مجال الرياضة، لكني برضو في مجال الرياضة كنت أمل للحالي. يعني إنسان يمارس الرياضة بشكل يومي، يمشي ويروح النادي، لا بس في ملل، ما حسيت بالشيء اللي يخليني دائما. هل الملل هذا أثر عليك بحيث أنه خلاك تنقطع يوم تروح يوم ما تروح؟ نعم كنت أنقطع بعض الحين أسبوع، بعض الحين أسبوعين، بعض الحين والله أني أشترك في النادي وأني أخليني ما تروح، ما أستفيد منه، يروح علي كذا. رجع وزنك طيب ارتفع؟ رجع، وصلت إلى يمكن 85 أو شيء كذا. لا قبل طيب يوم نزل وزنك وصل إلى خلال بعد التكميم؟ نزلت إلى 60. أوه الله. إيه من 100 إلى 160. يعني 100 كيلو. 100 كيلو راح. 100 إيه في خلال سنة وسنة وشوية. يعني. طيب وش اللي خلاك من بعدها تصير تستمر، أو وش الحل اللي لقيته لنفسك عشان تقدر تستمر؟ أنا كنت أبحث إنه إن شاء الله إنه أطيح على ناس جروب شيء مجموعة إنهم يخلوني إنسان ما أنقطع عن الرياضة، وفعلا بحثت والحمد لله طحت لي على مجموعة مشاة الرياض. ما شاء الله تبارك الله، يعني ناس ما شاء الله يحمسون، ناس يحفزونك، ناس يخلونك تمشي ما تمل من الرياضة. المجموعات اللي تطيح عليها ناس يعني فاهمين، بعدين ترى ناس كبار وصغار رتب، يعني ولا يقولون لك والله أنا لا، كلهم على رياضة على نمط الرياضة. من كل فئات المجتمع موحدتكم الرياضة، المجموعة اللي هي الرياضة. طب اسمح لي بندر، كم لك الحين من سنة؟ كم؟ 9 سنوات. ما شاء الله كويس، يعني انت ما شاء الله خلاص ما عاد. اي خلاص ايه. من بعد الرياضه وضعك استقر، وزنك استقر، كل شيء. وزني الان يعني الحمد لله ثابت على طول على 70 وتحت، يعني ما يطلع فوق ال 70. لا تمام خلاص، علاجها كان اللي هو نزول الوزن والرياضه، الحمد لله تعالجت الحمد لله مع الرياضه على طول. يعني كلامك هذا يؤكد شيء واحد، خاصه في الناس اللي يبغون ينزلون اوزانهم، ان النشاط البدني، اذا النشاط البدني وتنزيل الصحة اللي هو الغذاء عن طريق الصحة هما عينين في رأس واحد. نعم. لا يمكن أن تبتعد عنها. تسوي تكميم ما تسوي تكميم، بتسوي دايت، بتسوي صيام متقطع، بتسوي كل شيء. صح. تأكد أن كل هاللي تسويه لابد يكون نشاط بدني يلزمه تنظيم غذائي، هما عينين في رأس واحد لا يمكن أن تبتعد عنها، وهي موجودة في جسمك دائما. لما تحط القاعدة هذه عينين في رأس واحد تتأكد أن هذه التنتين لابد تكون معك في طول حياتك، يعني لا يمكن أن تتخلى عنها. صحيح. التكميم أنا علاج طبيعي ترى. التكميم بس بقول تنويه بسيط فيه، الناس اللي توصل أوزانها عالية مثلاً على طولك وصلت وزن عالي، شفت زي ما قال أخونا بندر إنه ما قدر يتحرك، ما قدر يمشي، صار عائق جداً له بحياته، هنا سوي تكميم. لكن بعض الناس يصير وزنها مثلاً زي تقول طولي أنا الحين على وزني، ما هو الوزن المزعج جداً، بعض الناس يتجه لمرحلة التكميم. ترى التكميم ما تتجه له إلا بالضرورة القصوى، حل نهائي يعتبر تكميم. هذه المنظمة المتخصصة في هذا المجال خاصة جمعية السمنة، ما يقدر واحد يسوي التكميم إلا لابد تكون نسبة التراكمي اللي هي نسبة كتلة الجسم لازم تكون أكثر من 42 أو 41، بالتالي يقدر يتخذ قرار. لكن زي أخونا بندر واصل أعلى من أعلى جدا، واصل مرحلة أعلى، بالتالي نزل 100 كيلو، فهذا دليل يعني أن النشاط البدني والغذاء الصحي يرتبطون في بعض. صحيح. وإذا عندك الأشياء اللي خلتك سم تفضل. بعد ما نخلص بس إني كنت أبادع الكابتن وأنت تصور. مو مشكلة، مو مشكلة. توقع عندك سؤال. بناخذ أسئلتكم جميعاً، بناخذ أسئلتكم في نهاية الفقرة، عشان الفقرة عشان ما أي واحد عنده سؤال عشان ما نقطع الخط على مندر، عشان ما مرة يقطع عشان ما يقطع الحديث. طيب كابتن بندر، من ناحية صحية وش اللي تغير معاك، أو حتى نفسية وش اللي تغير معاك فعلياً بعد ما صرت في وضعك الطبيعي بعد مارس الرياضة؟ تغيرت طبعاً جسمانياً، وزنك استقر في الوزن الطبيعي، وش الأشياء اللي تغير معك صحياً ونفسياً؟ أولاً الحمد لله، إنسان أنا كنت عصبي وقت ما كنت، يعني كنت بعصبي بدرجة واحد، يعني لا لو سلم عليك ممكن عصبي. أنا معروف حتى عند أهلي وعند قريب وبعيد يعرفون أني أنا كنت إنسان عصبي درجة واحد. ممتاز. كنت إنسان كسول، كنت إنسان ما أطيق أني أمشي كيلو كيلوين، هذه ما أعتبرها عندي شيء، ما أقدر، تعبان ما أقدر أمشي. الحمد لله الحين صار عندي الصبر أول شيء، يعني صرت أصبر، صار عندي العصبية هذه الحمد لله يعني صار خفت درجة كثير، يعني
يعني كثير خفت. يعني نروح بهالمرتبة الخامسة ما كان من الأول للخامسة؟ لا هذه خلها هذه بترفع هذه ما بتنزل. وصلت يعني الحمد لله الأمور إن النوم صرت أنام كويس. تمام. حياة زوجية ركوب السيارة أول كنت أعاني لما أركب الآن أركب أنا مرتاح ما في معاناة. يعني تركب ملابس أول كنت أذكرني بالملابس دبل خمسة دبل ستة يعني دبل إكس ما قالوا الحين الحمد لله ناخذ ان وصلنا اللارج والميديوم هذه نلبسها واحنا مرتاحين ما شاء الله ما شاء الله. ما صرت ادور في جوجل مقاسات خاصه عشان البس اول. الان لا الحين تدخل اي محل تلقاها ما شاء الله. يعني فرق جدا كبير حسيت فيه بعد ممارسه الرياضه. نعم اي الرياضه اول شيء في كل شيء ممتاز. تكميم حميه اي شيء حط الرياضه في قدامك ما في رياضه لا تتعب نفسك. نعم خليك زي ما انت بما انك في مجال معلش استطاري ممالك في مجال الرياضة وش الإنجازات اللي حققتها في حياتك في خلال 9 سنوات بعد ممارسك النشاط البدني؟ هل في أشياء حققتها في الممارسة وهل في عندك خطة مستقبلية ولا واقف على خطة أنك بس تمشي وخلاص كانت الحمد عندك لله هذا؟ الحمد لله بفضل الله ثم المشي مع الشباب مشات الرياض وكذا مشيت الكيلو الأول والثاني والثالث وصلنا صرنا الحمد لله نوصل لمسافات طويلة يعني نقطع مسافات طويلة يعني الحمد لله وصلنا لدرجة إن صرنا نشارك في ماراثونات. شاركنا في ماراثون حق الرياض اللي هو مشاة الرياض خاص به كان 42 كيلو شاركنا فيه. ما شاء الله. شاركنا في ماراثون الخبر كان 21 شاركنا فيه. نصف ماراثون. اللي هو نصف ماراثون. وكله طبعا جري هذا 21 جري. 21 جري. وماراثون الرياض اللي هو كنت أنت معي فيه كان 10 كيلو وماراثون قطر توني الأسبوع اللي مضى كنت فيه. والقادم ان شاء الله اللي هو يوم الاربعاء يوم السبت القادم ان شاء الله في الكويت ما شاء الله شبارك باذن الله. يعني ما شاء الله بديت من نص كيلو كيلو سم كاشار 2 اللي هو حق الرياض 16 2 نعم يعني ما شاء الله من نص كيلو كيلو وصلت ل مسافات طويله مسافات طويله جدا مسافات يعني ماراثونات انا ما ودي اني اذكر المسافات عشان ما ودي الواحد يتحبط ولا اللي في باله انه يبغى يمشي او يبغى يمارس الرياضه انا اقول له ابدا من الصفر راح توصل للمسافه اللي انت ما تخيلت انك توصلها. ممتاز. طيب وش الصعوبات اللي واجهتك في البدايه يوم بديت في هل واجهتك صعوبات حسيت الموضوع ثقيل عليك وكيف قدرت تتخلص من هذه الصعوبات؟ انا قلت لك الصعوبات انك لازم تتخذ قرارك انه خلاص انا انسان لازم اغير حياتي لازم انه اخطي خطوه انه بعدها اعرف انه انا انسان راح استمر في هذه الحياه مدى الحياه انه انا شاد صحتي راح تكون صحتك في يدك. انت ما اتخذت قرار ولا واجهت الصعوبات هذه ولا تخطيتها راح يعني مستشفى راح على كرسي مشاكل صحيه صحيه سكر ضغط كل هذه معروفه. ممتاز. هذه هذا المبدا اللي احنا نبغى نثبته انه الرياضه ما تتوقف بس اذا كان عندك مشكله معينه حتى لو مثلا مزاجك ما هو مستقر يوم مبسوط يوم متضايق ممكن مع الرياضه يتوازن مزاجك وممكن هرمون السعاده هرمون السعاده بالضبط. احنا عندنا قاعده في جميع الرياضيين اللي نعرفهم والمشات اللي معانا تبغى هرمون السعاده تعلم ايش معنى ما شاء الله. هذه رساله شعار بالنسبه والله لكم والله يعني هي للجميع انه اللي سواء بيمشي معنا او بيمشي لحاله المهم انه يتخذ قرار يمشي راح تشوف هرمون السعادة يرتفع عنده. زعلان امش متضايق من شيء امش في شيء مضايقك في العمل امش حياة مضايقتك امش لو نص ساعة والله بعد النص ساعة راح تشوف انه الشيء اللي كان موترك ومزعلك ومضايقك خلاص انت كذا راح حتى لو في شيء تبغى تتخذ قرار في حياتك في اي شيء امش وانت تمشي راح يجيك القرار اللي انت تحس انك مرتاح فيه. ممتاز. وهذه فعلا ترى اثبتتها دراسات وزاره الصحه اطبقتها امش 30 بالضبط هو اساسا هذه معنى وزاره الصحه اي وزاره الصحه دائما تثبت النظريات العلميه وهذه فعلا اثبتتها الدراسات الاخيره انه الدراسه تقلل من الهرمونات الهدامه من الكورتيزول وغيره من الهرمونات وحتى هرمونات التوتر والاجهاد وترفع عندك الهرمونات البناءة وهرمونات السعادة مثل السيروتونين يا سلام عليك. فكل هذه الأشياء أنت مجرد ما أنك تمارس رياضة وتبدأ تخليها أسلوب حياة بالنسبة لك سبحان الله تتغير في تفاصيل كثير. دائما نلاحظ هذا الشيء برضو حتى في العبادة يوم تلتزم صلاتك وتلتزم بعبادتك دائما برضو تلاقي الاستقرار النفسي هذا. فرياضة عبادة ثم رياضة فهذه أنت في قمة السعادة وسبحان الله. ودراسات أقوى أثبتت بالذات بعض الناس يسمعون المشي على الريق بعض الناس يمشي الصباح دائما الأسرية إذا صار في أقل مستوياته
مع ممارسة أي مجهود رياضي تبدأ ترتفع عندك توازن هرموني راح يتحسن في جسمك، هرمونات جسمك راح تتحسن، فبالتالي تشوف فرق كبير جدا في صحتك في نشاطك في حتى عمليات الهضم عندك، تلقى استقرار في وزنك، وزنك بدل ما يطلع قبل كان يزيد لا ثبت أو بدأ ينقص. ليش؟ لأن خلاص هرمونات جسمك بادية تستقر. فهذا يعني دافع كبير أن الواحد ممكن يعدل من أسلوب حياته برياضة بسيطة لو أنها مشي. فهذه رسالة يعني للكل أنك أقل مجهود رياضي أنت ممكن تمارسه ممكن راح يأثر على حياتك بشكل إيجابي. طيب عندك إضافة يا كابتن بتضيف على هالموضوع؟ والله أنا أعجبتني شخصية بندر القوية ما شاء الله، يعني أني أنا اتخذت قرار اتخذت قرار وسعيت بخطوات متلاحقة خطوات كبيرة، يعني أجري عملية أني أنتقل إلى المشي، أن وزني ينخفض من 160 إلى 60. صحيح يعني شخصية قوية ما شاء الله أبهرتني وأنا أسمع الكلام ما شاء الله، ولعلها رسالة إيجابية لجميع المشاهدين اللي مترددين أنك أنطلق إلى ليش تنتظر. نعم الخشية من أن لحظة الهداية أو لحظة الإفاقة ما تجي إلا متأخرة في وقت أنا يمكن أصبت بشيء ما عاد أقدر أرجع، فلا بد الواحد يبادر يبدأ اليوم قبل بكرة لابد أنه يخصص من يومه وقت لو ساعة لممارسة أي رياضة، مو بشرط مشي، ترى مشي جري دراجة سباحة ركوب سباحة أي رياضة، لكن يعني لتكن نفسك أغلى شيء عليك. ممتاز الله يجزاك الله يسعدك. عندك إضافة كابتن عبد الله؟ لا والله أنا ما الإضافات ودي الشباب إذا كان أخذ استفسارات لأخونا الضيف اللي عنده سؤال واستفسار تفضل. أول شيء الله يحييكم. الله يبقيك. الله بفضلك. المتوسط كان الله ما أذكر وزني كم ولكن إنه كان في الشكل دائري. كنت متضايق منها. حاس باللي تقولها أنت الحين. الحمد لله يعني في واحد حاس معاناتي. وخصوصا إني صغير سن كان طقطقة بيني وبين أخوياي كنت أنغث منها وتضايق. فقلت لي إلى متى وأنا ببقى على الحال ذا. سجلني أبوي في أندية خيل كورة سباحة وحديد وكاراتيه. واو. أكثر ثنتين نفعتني بعد الله سبحانه الخيل والكاراتيه. حلو ما شاء الله. طيب يبيني أطبق علينا. المهم أخذت فترة فيها، أخذت لي سنين فيها، ولكن الفترة اللي أنا نحفت فيها وتغيرت تقريبا حروة الأربع خمس شهور، ولو أني أخطيت في حاجة ما أخذت لي جدول من أحد يعرف النظام الغذائي ولا مختص، بتيت فيها من رأسي. ففطور كنت أفطر، تعرف اللي يقول أفطر فطور ملوك وتغد غدا أمراء وتعش عشا فقراء، كنت ماخذها كذا أنا، أفطر فطور رهاوي والغدا شوي والعشاء لا تعشى. فكنت أفطر الغدا ملعقتين ثلاث ملاعق زبادي منزوع الدسم ورز مهروس، والعشاء دنات شيء فاكهة ولا شيء وارقد. خدت لي فترة نحفت لله الحمد، ولكن وقف عندي النمو والطول وصبت بها شاشة في العظام بسبب سوء التغذية. ايه انا اخطيت فيها، ولكن الحمد لله مثل الحال اللي انت فيه. ما كنت اخذ مكملات غذائية ولا شيء؟ لا لا ولا شيء. وما لكن ما تابع مع مختص في الموضوع. ايه شاركت عقبها في ماراثون ولله الحمد قبل اربع شهور واخذت فيها الاول. ما شاء الله تبارك الله. ايه بالله. شهر اثنين حول شهر اثنين بداية اثنين ميلادي والله انجاز عندنا هنا انجازات ما شاء الله تبارك الله. قصده برنامج اي ما في اشكاليه مجرد مشاركتك بشيء ما شاء الله بالعكس الله يهديك. هو انت تحسب انه ماراثون سباق هو خربها ماراثون برنامج زي جد رصيدك. اوكي اي وانا اخذت فيها الاول كفو ما نخليها تصلح ما شاء الله. طيب انا كابتن طارق اول شيء الله يمسيكم بالخير مسيك بالنور وشعلوه كابتن طارق والله ما خليك. لا لا والله صدق يا كابتن طارق انا كنت معضل صدق كنت معضل واتمرن يا كابتن طارق وحديد ودنابل عشر عدات دنابل راسك والله دنبل شباب نسمع واحد المجلس لبيه ورياضه والله صدق يا كابتن. وكان بيتنا يمكن اقل من 3 كيلو امشي من البيت للنادي رجل ومن النادي للبيت رجل ما شاء الله. اي والله يا كابتن اي رب الكعبه ما اكذب اسكت يا رجل صدوق إيه؟ المهم يا طول العمر السلام انا تمرنت وبنيت العضلات يا سلام حتى لو تبغى تشوف يا كابتن والله اني صادق الكلام هذا خلال كم لك يعني
لي 3 شهور ما شاء الله حلو. بس اني كنت نحايف المهم يا طول عمر السلامه يوم خليت النادي رجعت ما هو برجعت يعني راح السكس باق وراح كله راح تعبي كله ما كنت ملتزم بنظام غذائي وما كنت لا انا وقفت النادي على طول ورحت الى مجال برجر وجبات سريعه دلعت نفسك وضيعت نفسي طبيعي يا شباب عشان نفهم هذه الصوره اول شيء لازم نفهم موضوع التخصصيه هذا مبدا في المجال الرياضي ويمكن الكابتن برضو يؤيد هالشيء مبدا التخصصيه جدا مهم في المجال الرياضي المجال الصحي يعني انا اليوم عندي مشكله او ابغى نظام غذائي معين سواء هدفي زياده وزن او خساره وزن لازم اروح لشخص مختص ينسق لي هذا النظام او هدفي اني ابني عضلات مثلا لازم اروح لمدرب مختص يساعدني او يوجهني في هذا الموضوع احيانا الواحد يوم يشتغل من نفسه عنده الحماس وعنده الرغبه انه يتغير لكن يجيب العيد في نفسه بشيء معين ويسبب عنده نقص فيتامينات مثلا زي ما صار مع او هشاشه عظام زي دحام او انه بعد فتره يخسر كل اللي بناه زي مساعد. أخونا مساعد فضروري التخصصية هذه جدا مهمة ولازم تعرف أنت وش هدفك وتروح للشخص المتخصص عشان يوصلك لهدفك بدون خسائر يعني تحافظ على صحتك ونفس الوقت توصل لهدفك طيب والله ودنا أخذكم جميع لكن ما ودنا نطول وراء التمارين تعليق بس بسيط على ذي طول عمر السلام أفضل. أنا المدرب اللي كنت أنا معاه في النادي هو أصلا وزنه مو مثال والله مو مثال مو بدليل مو بدليل وعند الباب ياكل فصفص ممكن تروح للطبيب برضو قلب وتلقى يمارس حياته خاطئه مو بدليل ما دام ينصحك ويعطيك التوجيهات الصحيحه معناته انه دارس العلم العلم ما دخل العلم شيء جدا اخر مشاركه بس عشان الوقت ما عاد عندنا الا فقرتنا الاخيره ودي اسال اخوي بندر هل استفاد من الماراثون اللي شارك فيه من اي ناحيه تقصد ما فهمت يعني استفدت ايش حصلت فايده من الماراثون اللي شاركت فيه والله انسان ما كان يجري على بعضه 500 متر وصلت الان اسابق في 10 كيلو وفي 21 ما ايش باقي تبغى تسوي كذا مجرد انه حقق انجازات انا لو عندي لو اجيب الاخير وانا اجري واخذ لي 10 و21 وال42 كيلو نقطعها وحنا مرتاحين عندي لو اجيب الاخير انا مقتنع يعني مجرد دخولك اخوي بندر في ماراثون فانت كسبان انت كسبان وكسبان الحمد لله اي واحد يدخل ماراثون كسبان هذه اكبر عطيه الحمد لله فهذا اللي نبغى نوصل الرياضه مكسب لاي شخص ممكن يمارسها وابدا ما راح تضرك باي شيء الا اذا انت كنت تسوي هذا الشيء بطريقه خاطئه هنا ممكن تلاحظ ضرر لكن دام كنت ماشي بنمط متوازن باذن الله ان شاء الله ما راح يكون في ضرر طيب احنا عشان نقوم الحين عندنا تمارين معك ودي اتكلم بس قبل الفقره ما نبداها لو قبل ما نقوم نتكلم عن الاوضاع الخاطئه لان امس تكلمنا عن الاوضاع الخاطئه اللي باستخدام الاجهزه الذكيه صح ولا لا واعطينا عليها تمرينات اليوم راح نتكلم عن اوضاع احنا نمارسها في يعني تقريبا انا اقول يمكن 16 ساعه في اليوم اللي هي وضعيه الجلوس الخاطئ طيب. وانا من اثناء متابعتي لمقاطعكم وبعض الاشياء اللي اشوفها اكثركم جلساتكم فيها نوع من الاخطاء وايضا المشاهدين والناس اللي يجلسون واللي جالسين على الشاشه فترات طويله والجالسين على المكاتب كلهم اكثرهم تقريبا في جلسات خاطئه شوف من يوم قلت جلسات خاطئه بعض الشباب عدل جلسته هذا دليل ان نحاول نؤثر ليه اكثر الناس مثلا لين جلس العشر دقائق ما ادري اللي هو منزلق وجالس كذا صح صار عنده تقوس صار عنده مشكله امتداد في الظهر واللي دائما متكي على جهه اليسار ومهمل اليمين غير المركبين كل نص ساعه مره يمين ومره يسار حتى بعض الوضعيات بعض الواحد يجلس وحاط رجله اليمين طول الوقت ما غيرها جالس باستمرار اثر على الحوض واثر على امتداد عضله الظهر فبالتالي تحدث الام في اسفل الظهر كل ما قعدت فتره غير والافضل للجلوس انك تجلس مستقيم الظهر وفخذك يكون دائما على البساط كامل او على المرتبه واضف لذلك ان تكون رجليها الثنتين مع الظهر حسيت بملل حسيت بتعب حسيت مشاكل قم ومشي لك 3 دقائق ولا سوي تمرينات خفيفه من اجزاء التمرينات اللي راح نسويها اليوم ننتقل إن شاء الله في موقعنا راح نترتب فيها نسوي تمرينات من 3 إلى 4 تمرينات نفس طريقتنا نمس نحسن وضعيات منطقة الجذع والظهر بسم الله طيب قبل لا نقوم بس نبغى نذكر موضوع الفئات اللي طرقنا على أمس ترى ممكن بعضكم ما تصور هذا التصور نوضح لكم ونوضح للمشاهدين خلف الشاشات